مع تمرين جديد. بالنسبة للأسئلة الأولى غتكون إجابة مختصرة فقط إشارة الحل، لأن الأسئلة في المتناول. اللي كيهمنا أكثر هو ابتداء من السؤال 4. نبدأ مع السؤال الأول. لتكون اف الدالة المعرفة على المجال 0 بلس لانفين مالي اف دو اكس كتساوي ناقص تانجون ديال جذر 1 زائد اكس ناقص جذر اكس. دونك غنحسبو الليميت لما اكس او زائد ما لا نهاية ديال ما بداخل دالة الارك تانجون. دونك عندنا ليميت لما اكس يؤول زائد ما لا نهايه ديال جذر اكس زائد 1 ناقص جذر اكس كتساوي لنا ليميت لما اكس يؤول زائد ما لا نهايه ديال 1 على جذر اكس زائد 1 زائد جذر اكس كتساوي لنا 0. ودالة الارك تانجون متصله في الصفر، وبالتالي عندنا ليميت لما غروند اكس كيؤول 0 ديال ارك تانجون غروند اكس كيساوي 0. وبالتالي فالليميت لما اكس يؤول زائد ما لا نهايه ديال ارك تانجون ديال جذر اكس زائد 1 ناقص جذر اكس كيساوي لنا 0. بالتالي فالليميت لما اكس يؤول زائد ما لا نهايه ديال اف دو اكس كتساوي لنا 0. تقل السؤال الموالي. بين ان الداله اف تناقص يقطع على هذا المجال 0 بلس لانفيني، عندنا الداله اللي كتربط اكس ب جذر اكس زائد 1 زائد جذر اكس تزايد يقطعان على هذا المجال 0 بلس لانفيني، ومنه فالداله اللي كتربطنا اكس بواحد على جذر اكس زائد 1 زائد جذر اكس هتكون تناقص يقطعان على هذا المجال 0 بلس لانفيني. وعندنا 1 على جذر اكس زائد 1 زائد جذر اكس كتساوي لنا جذر اكس زائد 1 ناقص جذر اكس. وبالتالي فالدالة اللي كتربط لنا اكس بجذر اكس زائد 1 ناقص جذر اكس فهي تناقص يقطعان على هاد المجال 0 بلس لانفيني. كنجاوب فقط تفويا باش تربحوا شويه الوقت ونمروا للاسئله المواليه. وعندنا الداله اللي كتربط لنا اكس بارك تانجون غروند اكس فهي تزايد يقطعان على سيغ اخ. دونك وبالتالي فالدالة اللي كتربط لنا اكس الدالة اللي كتربط لنا اكس عندنا الدالة وبالتالي ف اف اي ستريكتومون ديكرواسونت سيغ هاد لانترفال 0 بلس لانفيني كمركب دالتين من رتابة مختلفة. هنا عندنا وحدة تناقصية وحدة تزايدية، بالتالي فمركبهما غيعطينا دالة تناقصية. يمكن كيكون مركب دالتين كيعطينا دالة تزايدية إلا كانوا من نفس الرتابة. دونك حنا السؤال الثالث، بين ان اف دي اكس اكبر قطعان من الزيرو واصغر او تساوي بي سيغ 4. عندنا اف تناقصية قطعا على هذا المجال 0 بلس لانفيني، ومنه فصورة هذا المجال اف ديال 0 بلس لانفيني فهي كتساوي لنا بما انها تناقصية ليميت لما اكس يؤول زائد ما لا نهايه ديال اف دو اكس، وهنا اف دو زيرو ونغلقوا المجال. ليميت لما اكس يؤول زائد ما لا نهايه كتعطينا زيرو، اف دو زيرو نعوضو هنا بزيرو، واحد زائد زيرو غتعطينا جذر واحد اللي هو واحد ناقص زيرو تعطينا ارك تانجون دو واحد اللي هو بي على 4، ومنه النتيجه المطلوبه مهما يكون لكل اكس من هذا المجال 0 بليس لانفيني. دونك السؤال الاسئله اللي كتهمنا وهنا غنحتاجو كثير للعلاقات المثلثيه. نضع جذر اكس كيساوي لنا طونجون الفا حيث الفا اكبر يساوي 0 اصغر قطعا بي سي 2. هذه واخا ما يعطوهاش لان عندنا اكس كينتمي لهذا المجال 0 بليس لانفيني، وبالتالي فالفا كيساوي لنا ارك طونجون ديال جذر اكس يعني كينتمي لهذا المجال هذا. دونك بعدا راه كاين شويه ديال الريح،
هذا المكان دونك بسمي. دونك فيريفي كو واحد جذر واحد زائد اكس ناقص جذر اكس كيساوي لنا طونجون ديال بي سور 4 ناقص الفا سور 2. دونك عندنا الفا اكبر او يساوي 0 اصغر قطعه من بي سور 2 و جذر اكس زافون جذر اكس كيساوي لنا طونجون دو الفا. ومنه ف اكس هذا يكافئ ان اكس كيساوي لنا طونجون كاري دو الفا. هذا يكافئ ان اكس زائد واحد كيساوي لنا واحد زائد طونجون كاري دو الفا. هذا يكافئ ان اكس زائد واحد كيساوي واحد زائد طونجون كاري دو الفا هي واحد على كوس كاري دو الفا. اللي بغى يتاكد يمكن له يوحد المقام يكتب واحد هي كوس كاري دو الفا على كوس كاري دو الفا زائد طونجون كاري دو الفا هي سينوس كاري دو الفا على كوس كاري دو الفا كتساوي كوس كاري دو الفا زائد سينوس كاري دو الفا هي واحد على كوس كاري دو الفا. الان ندخلوا بالجذر وبالتالي فجذر اكس زائد واحد كيساوي لنا واحد على القيمه المطلقه لكوس دو الفا. الان نشوف هاد الفا واش موج عندنا واش كوس الفا تعبير موجب ولا سالب. عندنا الفا كينتمي لهاد المجال 0 بي سور 2 والكوسينوس موجب في هاد المجال وبالتالي فالقيمه المطلقه لكوس الفا في هاد الانترفال كتساوي كوس الفا. دونك كتساوي لنا واحد على كوس الفا هذه جذر اكس زائد واحد لان الفا اكبر يساوي 0 اصغر قطعا بي سور 2. دونك ومنه جذر اكس زائد واحد ناقص جذر اكس فهو كيساوي لنا واحد على قص الفا. جذر قلنا جذر اكس هو طونجون دو الفا هو ناقص طونجون دو الفا. نوحد لهم المقام دونك المقام الموحد هو كوس الفا هنا غتعطينا واحد ناقص سينوس دو الفا. ناخد صفحة جديدة باش يمكننا نحصلوا على النتيجة المطلوبة. غنوضعوا الفا كيساوي لنا اثنان بيتا. دونك وجدنا من قبل ان عندنا واحد ناقص سينوس دو الفا على كوس الفا كتساوي لنا دونك وضعنا الفا هو اثنان بيتا واحد ناقص سينوس اثنان بيتا على كوسينوس اثنان بيتا كتساوي لنا واحد ناقص. الان استعملوا العلاقة المثلثية سينوس اثنان بيتا هي اثنان سينوس بيتا في كوس بيتا على كوس اثنان بيتا فراه كتساوي كوس كاري دو بيتا ناقص سينوس كاري دو بيتا. اللي بغى يتاكد كوس اثنان بيتا هي كوس بيتا زائد بيتا وكوس بيتا زائد بيتا هي كوس بيتا في كوس بيتا ناقص سين بيتا في سين بيتا ومنه كتساوي لنا كوس كاري دو بيتا ناقص سينوس كاري دو بيتا كتساوي لنا واحد هي سينوس كاري دو بيتا زائد كوس كاري دو بيتا ناقص اثنان سين بيتا في كوس بيتا على هاد كوس كاري دو بيتا ناقص سينوس كاري دو بيتا. عندنا ا اس اثنان ناقص بي اس اثنان نعملو هي كوس بيتا ناقص سين بيتا عامل لي كوس بيتا زائد سين بيتا. استعملنا ا اس اثنان ناقص بي اس اثنان كتساوي ا ناقص بي في ا زائد بي كتساوي لنا دونك هاد سينوس اثنان بيتا زائد كوسينوس اثنان بيتا ناقص اثنان سينوس اثنان سين بيتا في كوس بيتا هذه متطابقة هامة هي كوس بيتا ناقص
سين بيتا لو تو او كاري. هنا على كوس بيتا ناقص سين بيتا في كوس بيتا زائد سين بيتا. كتلاحظوا يمكننا ان نختزلو بكوس بيتا ناقص سين بيتا، اذا كتساوي لنا كوس بيتا ناقص سين بيتا على كوس بيتا زائد سين بيتا. اختزلنا بهذا الكاري وهذه. الان باش نوجدوا هذا العلاقه اللي طلبوا منا، هذا التعبير، هذه المتساويه طونجون ديال بي سور 4 ناقص الفا سور 2، غنقسموا على نقسمو كلا التعبيرين على كوس كوس بيتا. هذا نقسموه على كوس بيتا، والتعبير الاخر كذلك هذا كوس بيتا زائد سينوس بيتا حتى هو كذلك نقسموه على كوس بيتا، لم نفعل شيئا. دونك كتساوي لنا كوس بيتا على كوس بيتا هي واحد ناقص سين بيتا على كوس بيتا هي طونجون دو بيتا، على كوس بيتا على كوس بيتا هي واحد، وهنا سين بيتا على كوس بيتا هي زائد طونجون بيتا. الان تساوي هاد واحد هي طونجون ديال بي سور 4 ناقص طونجون ديال بيتا، على هنا واحد نخليوها كما هي زائد طونجون بيتا نضربوها في طونجون ديال بي سور 4 واحد، يعني العنصر المحايد في الجداء اللي هو واحد نضربها في طونجون ديال بي سور 4 ضربناها في واحد. هذه هي كتلاحظوا ان هذه هي طونجون ديال بي سور 4 ناقص ناقص بيتا ناقص بيتا. وبيتا راه وضعناها من قبل، كنا وضعنا بيتا كتذكروا وضعنا بيتا هي 2 بيتا، فين وضعناها؟ وضعنا بيتا هي 2 الفا. شوف فين وضعنا، ها هي عفوا وضعنا الفا هي 2 بيتا، ومنه كتساوي لنا طونجون ديال بي سور 4 ناقص الفا سور 2. الا كانت الفا كتساوي 2 بيتا فبيتا كتساوي لنا الفا سور 2، ومنه النتيجه المطلوبه ها هي. دونك اون ا تروفي كو دونك جذر اكس زائد واحد ناقص جذر اكس اكس كينتمي المجال زيرو بلس لانفيني كتساوي لنا جذر اكس زائد واحد ناقص جذر اكس كتساوي لنا الطونجون ديال بي سور 4 ناقص الفا سور 2. سؤال بي، استنتج ان اف دو اكس كتساوي بي سور 4 ناقص واحد على جوج ارك طونجون جذر اكس. هذا هو الهدف من هذا البسيط، وهذا غنحتاجو من بعد في الدالة العكسية. دونك بالنسبة للاستنتاج باش نستنتجو ان هادي كان غنستعملو نتيجة السؤال ا باش نوصلو لهاد النتيجة. دونك بالنسبة لبي عندنا مهما يكون اكس كينتمي لهاد المجال زيرو بلس لانفيني، عندنا جذر اكس او جذر واحد زائد اكس ناقص جذر اكس كيساوي طونجون ديال بي سور 4 ناقص الفا سور 2. ومنه ندخلو بالدالة العكسية ديال ندخلو بالارك طونجون على كلا الطرفين. دونك ومنه هذا كيستجملنا ارك طونجون ديال جذر واحد زائد اكس ناقص جذر اكس كيساوي لنا ارك طونجون ديال الطونجون. بالنسبه لارك طونجون كندخلو على الطونجون بدون شط، دونك ارك طونجون ديال الطونجون عطينا بي سور 4 ناقص
الفا سيغ دو. دونك هذا كيستلزم لنا ارك طونجون ديال جذر واحد زائد اكس ناقص جذر اكس، هذه هي اف دو اكس، فهي كتساوي لنا بي سيغ 4 ناقص الفا كنا وضعناها من قبل. الفا هي عفوا جذر اكس هو طونجون دو الفا، ومنه فالفا فكتساوي لنا ارك طونجون ديال جذر اكس. دونك بي سيغ 4 ناقص واحد على جوج ارك طونجون ديال جذر اكس، ومنه النتيجة المطلوبة هذه لكل اكس من هذا المجال هذا. ننتقلوا لسؤال 5. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle g à déterminer. Donc, f متصلة ou تناقصية عن عدد المجال عن جو فقط شفويا continue et décroissante sur هذا الانترفال 0 plus l'infini. ومنه فهي تقابل، بمعنى تقابل فهي تقبل دالة عكسية. دونك فيغ تقبل دالة عكسية وهي تقابل من دونك اف تقابل من اف تقابل من تقابل من هذا المجال زيرو بليس لانفيني فيغ او دون هاد اف ديال هاد الصورة ديال هاد المجال اللي هي اف ديال هاد زيرو بليس لانفيني حسبناها من قبل اللي لقيناها كتساوي لنا 0 بي سيغ 4. دونك جي كيساوي لنا هاد المجال 0 بي سيغ 4. الان غنحددو الدالة العكسية. شوفو كاين بالنسبة للدالة العكسية دونك غنختارو اكس، اكس كينتمي لهاد المجال ديال اف دو اكس اللي هو 0 بليس انفيني، و ايغريك كينتمي غينتمي للمجال 0 بي سيغ 4. وبالتالي اف دو اكس كتساوي ايغريك، هذا يكافئ ان اف دي اكس هي غنكتبو الصيغة الثانية ديال اف دي اكس، داكشي علاش شفناها هي بي سيغ 4 ناقص واحد على اثنان ارك طونجون ديال جذر اكس. دونك كتساوي لنا ايغريك، هذا يكافئ ان واحد على اثنان ارك طونجون جذر اكس كتساوي لنا هاد بي سيغ 4 ناقص ايغريك، هذا يكافئ ان ارك طونجون ديال جذر اكس كتساوي بي سيغ 2 ناقص 2 ايغريك، هذا يكافئ ان جذر اكس كيساوي لنا طونجون. دونك كما قلنا كندخلو بالارك طونجون او كندخلو بطونجون على لارك طونجون بدون قيد او شرط، كتساوي لنا طونجون ديال بي سيغ 2 ناقص 2 ايغريك، هذا يكافئ ان جذر اكس كيساوي لنا واحد على طونجون 2 ايغريك. اللي بغى يتاكد منها كنعرفو ان كوس بي سيغ 2 ناقص اكس كيساوي سينوس اكس، و سينوس كذلك بي سيغ 2 ناقص اكس كيساوي كوس اكس. دونك طونجون كتبنا على شكل سينوس بي سيغ 2 ناقص 2 ايغريك على كوس بي سيغ 2 ناقص 2 ايغريك، وحصلنا على هاد هادي واحد على طونجون 2 ايغريك، هذا يكافئ ان جذر اكس كيساوي واحد على هاد طونجون 2 ايغريك، راه هي 2 طونجون دو ايغريك، خصنا نتخلصو من هاد 2 ايغريك طونجون ديال 2 ايغريك على واحد ناقص
التانجون او كاري دو اكغيك استعملناها الصيغه المثلثيه. دونك هذا يكافئ ان ما بغيتش نكتب مباشره جذر اكس كيساوي لنا واحد ناقص التانجون او كاري دو اكغيك على اثنان تانجون دو اكغيك. بغيت نبين منين جبناها. دونك هذا يكافئ ان الان نرفع لو تو او كاري ان اكس كيساوي هذا التعبير كامل او كاري واحد ناقص التانجون او كاري دو اكغيك على اثنان التانجون دو اكغيك لو تو او كاري. ومنه بالتالي دونك اف موان اف موان زان دو اكس كتساوي لنا واحد ناقص التانجون او كاري دو اكس على اثنان التانجون دو اكس لو تو او كاري بوغ توت اكس كينتمي لهذا المجال مفتوح من زيادة صفر زيرو بي سيغ كاتر. شكرا لكم على المتابعة، وإلى نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.